بلوم بوم بلوم بوم. بلشت. بدنا نقول هاي لكل اللي موجودين معنا، واهم شيء بدنا نقول هاي لتونجو مانجو لايلا ولميلا. معي مجموعه من الاحرف اللي اخذتهم من احرف الابجديه، وبدي جرب نشوف اذا فينا نركب من بيناتهم كلمات. أوكي. هلا منهم كتار، انا بجرب. اوكي اذا معنا اس، بدك كذا كلمه او كلمه واحده؟ بدي كلمه مؤلفه من 3 احرف اول شيء. نقدر؟ اوكي اي لغه بدك؟ بيكس بالانجليزي. اوكي بيكس يعني صور. برافو. بيكتشرز. انا فيني اعطيك كلمه باين، PINE. فاذا PINE. اوكي بعد اعطيك كمان مثلا داين، هو فرع فعل. داين DINE او دايس أو دايس. برافو. اللي هو الزهر. علينا الدي. نشيل الان. اي. بدنا اي بالاخر. نو. اي. انجلش. دايس. فينا لاين كمان. لاين. تزبط لاين بتصير؟ LINE. وفينا نعمل كمان ليس. وسن. شو عندكم احرف ركبتوهم كلهم 7 احرف معنا. سينج. سن ما في جي. سن. SIN. انا بدي اشوف اذا هلا بنقدر بكل الاحرف نركب كلمه واحده. كلمه واحده بكلهم؟ صعبه. بنجرب، خلينا نشوف. فكروا هربوا. 7 حرف. تعالوا نجرب. اوكي يلا بلشي، احملي اياه. مانجو بيقزحي لنا شوي لنقدر اوكي قربي لعنا. DISCL. ياي فرجيني اذا بتزبط. DISCLIN. ايلا بدنا نقرب. شو طلع لنا؟ ديسيبلين. واو. ديسيبلين او بالفرنساوي ديسيبلين. وشو يعني بالعربي؟ انضباط. وبتعرفوا انه الانضباط هو اساس كل شيء بالحياه وبالمدرسه كمان. لازم نكون منضبطين لنجيب احسن العلامات، نركز على درسنا، تكون المعلمه مبسوطه منا. وتخيلوا انه نحن نكون منضبطين بالبيت مع اهلنا، وقد ايه هن رح يقدروا هيدا الشيء، ورح نكون عم نركز على كل شيء بيقولوا لنا اياه، واهم شيء نركز على درسنا ننجح بالحياه. فاذا كلمتنا اليوم ببدايه حلقتنا هي ديسيبلين او الانضباط، اللي كلنا لازم نتقيد فيها. بتشرب مي. بتعرف تغني. كثير هين، ما تتلبكي وتعتري هم. انا بعطيك الكلمه بالانجليزي او بالفرنساوي، وانت عليك تترجميها للعربي. اوكي حاضره. خلينا نبلش بشغله هينه كثير. تاير او رو بالانجليزي، او دولاب مثل ما بقولوها كمان. طيب رح اعطيك كلمه شوي اصعب. خلينا نقول كيتشن او كويزين. شو يعني بالعربي؟ مطبخ. عمو بربوش، كيفك باللغه الفرنسيه والانجليزيه؟ تقريبا منيح. والعربيه؟ كثير منيح. فيفا. حاضره. اي لغه بتعرفي تحكي وبتحبي تحكي؟ شوفي لهلا انا بعرف 3. اوكي. لبكره لازم كون بعرف كل اللغات. كيف يعني كل اللغات ولبكره بس؟ لا ريم، بركي انا بدي اسافر، بدي اروح على شي بلد ما بعرف شو هو، لازم اكون اعرف احكي مثلهم. بس انه انت 3 لغات حاليا هن كافيين لتقدري تسافري على بلدان كثيره، اي لغات بتعرفي تحكي غير العربي؟ فرنساوي، انجليزي، اوكي، لازم اتعلم الماني وايطالي وارمني وكلهم. هلا اكيد اللغات تنتعلمها هيدي ثقافه بحد ذاتها، بس معلي اللغه الانجليزيه والفرنسيه والعربيه هن 3 لغات كثير مهمين، وكثار من البلدان بيحكوا هاللغات 3. يعني انا اذا رحت على شي بلد معقول اعرف احكي معهم مثل اللي انا بعرفهم بس؟ اكيد، مثلا اذا بدنا نسافر على مصر فيك تحكي عربي لانه هن بيحكوا عربي، بس اللهجه تبعيتهم تختلف عن لهجتنا، بس اكيد بنقدر نتفاهم مع بعضنا. قولي لنا وين على بالك تروحي؟ على كندا، بس ما بعرف احكي كندي. سمعتي قلك بكندا بيحكوا اكيد فرنساوي كمان وبيحكوا بكيبيك كيبيكوا، بس انت اذا بتعرفي تحكي فرنساوي رح يفهموا عليك كثير منيح. يعني في سافر على كندا. شو عمو بربوش؟ تاخذني. معك حق ريم، الشيء اللي قلتيه كثير مزبوط، ما ضروري نعرف كل اللغات، اللي بتعرفهم فيفا تقريبا كثير منيح وبيخلوها تسافر على معظم البلاد وتحكي معهم. عمو بربوش قولي لي، بتاخذني على كندا؟ اكيد يا فيفا. ميرسي. بتعرفوا شو هي اهم لغه هلا؟ هلا الماني يلي بيحكوها اكبر عدد ممكن من الشعوب. اجل الانجليزي يعني؟ لا الماني، لا صينيه. صح، اللغه الصينيه هي، بس السبب الاساسي مش انه كتار من البلدان بيحكوا صيني، لا هو لانه نسبه السكان يلي موجودين بالصين عدد كتير كبير، بس كمان صار في كتار من البلدان عم بيعلموا هيدي اللغه مع انه هي لغه منا سهله ابدا. والكلمات هي عباره عن كلمات عم نحفظها، مش احرف عم نحفظها ونركبها ببعضنا، يعني بعد اصعب علينا نحفظ الكلمات من انه نحفظ مثلا 26 او 27 حرف. بس اكيد. نعم، عندي معلومه صغيره على بالي اقول لك اياها. تفضل. انه يمكن هذيك المره سمعت خبريه عم بيقولوا انه يمكن اللغه الصينيه هي تصير الرسميه بعد وقت طويل. يلا تعالوا من هلا نستفيد من هالخبريه ونتعلم صيني. رح اروح اكيد اليوم. ني هاو. انا كثير مبسوطه من سيبال ومن سيرينا، بتعرفي ليه يارا؟ لا ليه؟ يعني هي اول مره هيك بكون موجوده بالاستوديو عم بحضر طبخات وهالقد بياكلوا، يعني مش بس بدوقوا دواء، يعني بيقعدوا بياكلوا بننطرهم لنغير الاغراض بكونوا هن بعدهم عم بياكلوا. ف give me 5 هو بعدهم الجون ضاف. يس حاضرين اليوم؟ اليوم كمان بدنا ناكل شيء طيب شكلها يارا. رح نعمل بطاطا مسلوقه، بتحبي؟ بيض بحبه 2. كبيس ما عملنا بعد كبيس فينا ما نصغرهم كثير تا اذا طلعت لهم فيهم شلوها، ما هيك؟ اوكي رح نبلش بقص البطاطا. انا رح اطلب من الصبايا اللي معنا يقصوا لنا الكبيس دويرات مثل الخيار. دويره. اوكي. وانا شو بدي اعمل لك صوص؟ البيض اذا بدك. البيض نسينا البيض فينا رح قصه دغري بقلب الجاط لانه لو فرط. رح نحط 4 بيضات. هيدي السلاد فيها بطاطا وبيض، عادة كمان بيعملوا البطاطا على النار مع البيض، هالمرة نحن مسلوقين 2. هيدي صارت ريدي. يلا. رح نعمل بهالوقت، أنا رح أعمل بهالوقت الصوص اللي هي كناية عن موتارد، عن خردل، عن مايونيز، عن خل وشوية ملح وبهار. أوكي؟ رح نحط ونخلطهم كتير منيح فوق بعض. بدي زيد عليهم شوية خل، ما بدي كتر كتير لأنه الخل هو حامض شوي طعمته حد، ليقدروا سيبال وسيرينا يذوقوا. رح زيد شوية ملح مش كتير وشوية بهار كمان مش كتير. يارا رح تاخذي الكبيس تبع سيرينا وسيبال تنحطهم بالصحن. بدك تخلطي لنا اياهم قبل ما احط لك الصوص؟ ايه اكيد. شوي انا السلطة صارت جاهزة، مين بده يدوق؟ بدك تدوقي؟ ولي ما حطيتيهم كلهم، ما بدك؟ رح حطهم بس لقعتي شوية سلاد لسيبال، ما رح كتر لك كثير كبيس، وإذا ما بدك كبيس ما تاكليهم، على القليلة دوقي البطاطا والبيض، وشوية لسيرينا، وألف صحتين فيكم تدوقوا وتقولوا لنا إذا طيبين، إذا حامضين كثير في حطوا لهم شوية ملح زيادة. صحتين، ميرسي يارا، بدنا نقول لكم انتم جربوها بالبيت واعطونا رأيكم إذا طيبة أو لا. النمر. اليوم رح نتعرف على حيوان كتير حلو هو النمر. بتعرفوا إنه النمر صار من الحيوانات النادرة؟ شو بيتغذى؟ أكيد من اللحم. الفرو تبعه بينباع كتير وخاصة بآسيا، ومنقدر نلاقيه بالهند وببنغلاديش. خلينا نحكي شوي عنه. أكيد هيدا الحيوان هو من الحيوانات المفترسة، ما فينا نقرب ليه أبداً، عنده قوائم صغيرة نسبياً بس شكله حلو كتير، قبضاي كتير ودايماً بيربح. بيقدر يركض لفترة 58 كيلومتر بالساعة، سريع كتير، بينعد من الحيوانات يلي ما فيكن تمسكوها. بتشرب مي؟ بتعرف تغني؟ رقصة جديدة رح نتعلمها اليوم، كمان أكيد رح كافي مع أصحابي اللي بحبهم كتير كتير واللي هن كتير كتير شاطرين، كي، تيا، مادلين، ريتا، نور ويارا. رقصة كتير مهضومة، رقصة كتير بتسلي، فيكم ترقصوها 2-2 الإخوة مع بعضهم، أكيد فيكم ترقصوها سوا تتمرنوا معنا، وأكيد اللي ما عندهم إخوة بالبيت فيهم كمان أكيد يرقصوها لحالهم. ريدي؟ Are you ready؟ ريدي! يس! رح نبلش. أول شي رح نكون ظهرنا مبروم، إيدينا لفوق مشدودين، وبدي نزلهم شوي شوي. 1 2 3 4 5 6 7 8 برجع ببرم طلع لقدام ايد واحدة 1 2 3 4 5 6 7 8. تو ديتيلز تفصيلين بدي اقلكن عنهم. اول شيء راسي دايما بده يلحق ايدي اللي عالية، اذا ايدي هون عم بتطلع فيها هي وعم تنزل بس اكيد ما بركز نظري على ايدي بس بدي اطلع باتجاهها. ثاني شيء بدي اجرينا يكونوا ثابتين جالسين على الارض شوي بعاد عن بعضهم، وبدي القي دايما على الاجر اليمين، حط كل ثقل جسمي على اجر اليمين. اوكي؟ من بعدها رح استعين بنور كرمال نعمل ستيب يلي هو بدي احط ايدي اليمين وهي كمان ايدها اليمين على ايدي ونبرم 1 2 3 4 5 6 7 8. ثاني ميل 1 2 3 4 5 6 وبرجع دغري لمحلي. اوكي؟ فاذا انا رح ساعد كي وتيا، بدكم تحطوا ايدكم على بعضكم وتبرموا، فوالا مثل ما فوالا 100%، وريتا ومادلين 100%. من بعدها بنرجع على محلاتنا. ستيب كتير هينه اللي رح نشتغلها سوا. بفتح ايدي كاني عم بعمل سيركل كبير على اليمين، 1 على الشمال، 2 بفتح ايدي جنب جنب وكاني عم بمسح الازاز، بعمل سيركل صغير سيركل صغير. اوكي؟ جود؟ من هون ايدي بده يجوا حد خصري، كاني عم ببرم دولاب، بقرب اجري لقدام على جنب لورا على جنب، نفس الشيء سيركل سيركل، بفتح بفتح تيرن تيرن. هالمره رح اعمل بس قدام ورا، اوكي، ورح اعمل 1 2 3 اند 4. رح ارجع اعيدها كلها 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 من الاول. ظهري مبروم، بفتح ايدي 1 2 3 4 5 6 7 8، ببرم 2 3 4 5 6 7 8، 2 باي 2 بحط ايدي على بعض، 1 2 3 4 5 6 7 8، سويتش 2 3 4 5 6 7 8 محلاتنا. سيركل سيركل open open circle circle لقدام جنب ورا جنب، بفتح 2 1 2 turn turn front back 1 2 3 4. أهم شيء دايما أصابعي مشدودين وكف إيدي مفتوح. 2 times 2 4 2 times 3 6 2 times 4 8 2 times 5 10 2 times 6 12 3 times 5 15 3 times 7 21 3 times 8 24 ميلا، انتهت الحلقة. بدنا نقول باي لأصحابنا، يلا خلينا نروح تفل بسرعة لأنه تأخرنا كثير. بدنا ندق أول شيء لأصحابنا. يي نسينا في حدا بدنا ندق له اليوم نسأله سؤال. أوكي، التليفون وصيل على الوقت، دايماً عم بينطروا أصحابنا التليفون ليشوفوا بركي هن اللي رح يربحوا معنا، معقول يكون دوركم. يلا، وهيدا سبيكر لنسمعه أنا وياك، اتفقنا؟ اتفقنا. مين معنا على الخط؟ ألو. جو. هاي جو، كيفك يا جو؟ منيح. جو قد ايه عمرك؟ 7. 7 سنين. خبرني يا جو، أنت بتحب تعمل رياضة؟ ايه. أي نوع رياضة بتحب أكثر شيء؟ فوتبول؟ ايه. أوكي، بدنا نسألك سؤال هلا، وإذا عرفت تجاوب يا جو رح تربح معنا هدية. Are you ready؟ اوكي، أنا رح أسألك سؤال يا جو، كيفك؟ منيح. اوكي، على العلم اللبناني في 3 ألوان هن أزرق أحمر أبيض، أو أزرق أخضر بني، أو أحمر أبيض أخضر. أحمر أبيض أخضر. برافو برافو جو، كان كثير سريع كمان أبداي، عن جد شطور، وما كثير فكر يعني لأنه هو بيعرف شو مرسوم على العلم اللبناني. كل واحد منا أكيد لازم يحفظ شو ألوان العلم تبع بلده، إن كان لبنان، مصر، جزائر وغيرهم من البلدان، وخاصة البلدان اللي بتتابع برنامجنا برنامج بلوم بوم. مبروك لك يا جو، أنت ربحت معنا هدية اليوم تقدمت برنامجنا. ما تنسى خليك معنا على الخط رح نفسر لك من وين فيك تجي تستلم هديتك. ألف مبروك لكل الأصحاب يلي عم بتابعوا برنامج بلوم بوم. ما تنسوا تتركوا رقمكم إن كنتوا من لبنان ولا من خارج لبنان تنجرب نحكيكم وتربحوا معنا. هلا صار وقت نودعكم، بوسة كتير كبيرة، وبنشوفكم أكيد بحلقة جديدة. باي باي باي.